لقد قدر الله علي بحادث سيارة بأن صدمت بسيارة أحد الأشخاص بينما كان هو يمشي على قدميه، وقد نقل إلى المستشفى متأثرا بتلك الإصابة ومكث 15 يوما ثم توفي. وقد تنازل أهله عن ديته وأخذ أولاده القصر مبلغ 30,000 ريال، حيث كان الخطأ مشتركا فعليه نسبة 40% منه. وسؤالي هو عن الصيام، هل يجب علي وجوبا؟ فبما أنني طالب في المرحلة الثانوية فقد لا أستطيع الجمع بين الصيام والدراسة، فهل يكفي أن أتصدق أو أطعم، أو هل من مخرج لي من الصيام؟ أفيدوني بارك الله فيكم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لا شك أنه يجب عليك الصيام، لأنك شاركت في قتل نفس خطأ، والكفارة تجب على القاتل خطأ سواء انفرد بالقتل أو شارك فيه. وأنت تذكر أنك اشتركت فيه ب40%، نعم ب60%. المهم لو شارك في واحد أكثر من النصف، نعم، لو شارك ب1% أو أقل فعليه كفارة لعموم الآية الكريمة، نعم. فيثبت في ذمتك صيام شهرين، لأن العتق الآن غير موجود، تذهب إلى البديل وهو الصيام، وليس هناك شيء ثالث غير الصيام، وتأتي به متى استطعت. فإذا كنت في الوقت الحاضر لا تستطيع، إنه يبقى في ذمتك وتصومه إذا استطعت. والدراسة ليست مانعة من الصيام، الناس يصومون وهم يدرسون، لا سيما في المناطق الباردة، نعم. فالدراسة ليست عذرا في ترك الصيام، ولو أنك تحينت مثلا الفصول الباردة مثل فصل الشتاء وصمت فيه فلا بأس بذلك، مع قصر النهار أيضا، مع قصر النهار أو مع البرودة مثلا التي تخفف عليك شدة الصيام، نعم. المهم أنه لا بد أن تصوم وأنت أدرى بالوقت المناسب لك، والصيام يبقى في ذمتك إلى أن تؤديه، نعم. ليس له بديل عن الإطعام، ليس له وجود في كفارة القتل. الله تعالى لم يذكر إلا خصلتين، نعم، العتق أو الصيام، بينما ذكر في كفارات الأخرى 3 أشياء، دل على أن القتل لا يجزي فيه إلا شيئان: العتق أو الصيام. نعم، جزاكم الله خيرا.